بسم الله بدينا وعلي بيصلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامتكم، مرحبا بكم صديقاتي، شني أحوالكم؟ لاباس، يا رب تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة، وتكونوا حالكم خير من حالي، خاطر ناس سخانة عملت فيا، إن شاء الله ما تكونش عملت فيكم كما عملت فيا، إن شاء الله فترة ونتعدوها. فيديو جديد باش نخليكم تكتشفوه من غير ما نقدمه، خاطر ديما وليت نحضر مقدمة قبل ما نبدأ نهاري. المهم خليكم مع الفيديو، ان شاء الله فرجه ممتعه للناس الكل. توا البنات هاني خارجه، ها انتي منجي نطلع لك الريده. واش قلتي؟ خلينا نحلوا الباب الساعه، راني نعرف وحدي، راني نعرف وغادي على راحتك. نخرج تو، هذا هو الحوش. شوفوا البرة مازالت الشمس، راهي الشمس ضربة عنا، تعرفوا من نص النهار ماضي ساعة الشمس تضرب عنا، الله يبارك. شوف هنا، قلت لكم تو الصالة دي تقعد فيها ماضي ساعة الشمس. نحليهم هنا النخلات، جو الطبيعة الخلاب. هذه البارح في الليل كل كلام بوبا مقابلتني، هذيك نرقد انا من هنا، اها البلاصه اللي نرقد فيه عاد. البارح كل يوم مقابلتني هيك النخلات على الشجر في الضوء. توا يا صديقاتي نبدو على بركة الله روتين جديد، روتين في دار أمي قبل هكا ما نروح والكل، إن شاء الله ربي سهل. حبيت نعمل تخميلة للدار الكل، سمحوني قبل كل شيء على صوتي، هلا غالب ديما يقولوا لي صوتك هاني صايب باش تمشي الاحبال الصوتيه. المهم ان شاء الله ربي يقوينا ويعطينا صحه الدين الناس الكل. قلت لكم حتى باش نعمل هكا تخميله لدار ماما فيها السخانه ذي الغير عاديه، ربي برد علينا. تعرفوا مازلت نمسح شاحه الدنيا، شوف توي صديقاتي باش نمسح كل واحد. شوفوا ماما كيفاش تخلط الجريدي، ما صعب راهو الروتين هذايا ديما نعملو، اما الله غالب، معناتها انا بعيد على امي، يا ريت كنت قربت لها، راني كنت سند ليها وراني كنت معاها في كل لحظة. هو مكتوب كل واحد وين جاه، برشا منكم دولي فاتن، هزي أمك ولتونس وهزي خوك وخليهم بحذاك، والكل معناتها يكروا بحذاك ويعيشوا غاديك في تونس والكل. راهو صعيب انك تجي لحد كبير في العمر عاش وترعرع في بلاده في بلاصتو، جي تقول له هيا بدل حياتك ولا امشي لبلاصه اخرى. نعرف تونس كلها بلادنا، ولكن الانسان اللي منشبع على شيء يقولك شابع علي، فما بالك انا شخرج امي من ارضها من بلادها من حاجه عشت فيها وتعودت بها، المحيط اخر ونمط حياة آخر. سامحوني على صوتي، نرجع نقول لكم في قلبي غصة وفي قلبي حرقة وفي قلبي برشا حاجات، كيما تعرفوني فاتني التلقائية وفاتني فما إن شاء الله ربي يقدرني في يوم من الأيام في الحياة هذه، ويوروا مساج يتعدل للناس الكل إنه معناتها نحاول نرجع إلا نعوض ميمتي على كل تعب تعبته في حياتها. وهذا هذه رسالتي في الحياة، واللي نقول فيه راهو هو اللي نحس فيه هو الخالص، وهو اللي نتمنى برشا ناس تعرف قيمة الوالدين. سير الأخرى خرجوه مرة واحدة، ولا خلي ساعة أو شي حس ريوي نزل شوي من اللي ما عادش
هاي هم ها هم خلت خل هاي خلت حل شوية تنفس هاتي حطي فوق شو يما حطت النعناع هنا وقلتي فات نخرجي حطي هذا يشيح تو مو عشية خلوه يشيح وش حطه فوق السرير هنا هدي لك الطرد دي كتبتي ريحته فوحة ما شاء الله هاكي يما الطبع كان بقية غسيل البنات هنا كملت الحوش اليوم هذا كم طرف النعناع ماما عملتها هكا شي حادة بعيد على الشمس تحط فيه فماش نسيمة باش نكون معاكم واضحة فما شيلي عنا شيلي قوي سخونة هذيك هي الجنوب والسخانة هي برتو موجودة في كل بلاصة في تونس ورغم هكاكا قمت وقضيت قضياتي معناتها الكل وهنا البنات ماما باش خاطرنا كويس تي شوفوا هاني لقيت منها حتى عندي يما كانت عندنا منها مش كانت بقى باقي يما محافظه عليها الصينيه هذه اللي قلت لكم عليها خلطي مع على روحك خلطي قداش ليها ها قداش ليها الصينيه قداش ليها السبعينات هاي شوفوا سبحان الله باي واحد كي تحفظ على حاجه تقعد تراث هاي صينيه السبعينات ها كويس تي كيفاش يجينا احنا يجيني كشكش هيا البنات توا الثاني الكاس الثاني بالكاكاوية عمتونا يما تراها يما كالصحن هاي تنظف فيها الكاكاوية ماما نظف الطرف وهذايا باش توا تمشي تعمل هكا فريط مفضك الواحد متاعك كله في منديلة هاي ماما تفضلي يعطيك الصح يما والكليماتيزر ما يتفهموش ثم كان هي والمروحة هاي المروحة مقابلتنا تسمعوا في حسها بلاصة الكليماتيزر نحى قالت للكري نحى مو للدار مش الكري نحات الكليماتيزر عطته قالت له يما لا خينا الكليماتيزر ما يساعدنيش هزها كانت تحب تهزها أول ما سكت هذا كويس تي ها قاعدين على المروحة الحين يما خرجتك ما تجيش الخيط على خاطر موت سمحوا الرباحي ما سمحوني انتم هاي صديقاتي هذايا الهندي والموس من عندي هاي ماما صوب بيها ماما يتركم ماما نغطى في لوك ريتو تغطى ماما الهندي مش لحى منها الشوكو بتاعه شوفوا وش هزتها ماما عادي جدا تزرع الهندي ايه توا باش يقعد في الماء نتاعها قد كي تنفخ في الماء نتاعها وبعدين تسقطرها وبعدين تحطها في الفريجيدير هيك بالقشور نتاعها هي كيفاش تعملي له نحطها في الساشيه ونخليها في الفريجيدير بعد ما يشيح اي تسقطر شوي ولما نحطها في وبعدين هو يبدا بيرتج بالكعبه وتقشرها كما شفتوا في الفيديوهات السابقه ها وهنا البنات هنا العنب انا جبت العنب الاحمر يما اليوم ها العنب الاحمر تاع
ريحي يحبوا نذوقوا الانواع الكل تو. بسم الله. فوق القاس نغسل ونذوق الهندي هو هنا نشوف في شوكو ها هو شوف في شوكو لبنان. بسم الله. ماما ماما هاي ما ذوقي العنب ها نحطه يبرد هاو كاكاوية يما عينيها الكاكاوية جبتلها كاكاوية كنتي خارجة كاكاوية فرغتلي جيبي كاكاوية قلتلها باهي يما هاي كاكاوية قولي ماما قولي ماما عملت لي انا كعبات خلت لها حرقت كيفاش كيفاش ما ناكلها شو قلت يقولي هاي باهي عملتلنا كويس دي هاني باش نكمل الصحن الفرغة نروح لحكا بس كبر بك صغور شوفوا تراه الطقس البر كيفاش وين ما تبدلش ما مشهل مشهل توا عشية مشهل دنيا شهيلي وتوا البنات خارجة أنا وماما باش نمشو نجيبو عشاء ماما قلت لها تحبي تعشي برا ولا هنا قالت لي خليني نجيب هنا تعرف ماما حشامة ما تحبش تقعد برا حاسيل معايا خرجكم معايا هاي ماما نقصدو ربي مستحيل باش نخرجوا وما بديش فهم موتورات هكا تزمر علينا بسم الله هاو فرشنا 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 إذا أغيب لا لا يما امشي هاي مساج يما خايفة علي على روبتي قد تتكركر في الوضع وانا لبسة شلاكة قلت لي منحب بشوك طو نهز هاي فاتح شكل ها رسخون شع شعلي 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 هربي هز دبوزه ما في ده على السخانه يما واحد مش يهز الماء سخون من ناحيه سخانه اليوم سخانه اليوم سبيسيال ربي برد علينا وكهو انا ولينا كتير الليل نخرج من الليل الليل بحال الصباح بكري تخرج ماما الصباح بكري حتى انا نعمل طله في السوق ما نشدوا الدار نهار كامل ريان ريان السلام عليكم جينا نستشيروك راه منين ناخذوا الدجاج اليوم ها هو الموكل بيزوري هذا انا هو هناك الواحد قدام فوتو على اليسار تمشي على اليسار مش بيلا وهنا مشينا المطعم ميمتي يزها فيها السخانه ذي من التطيب في الدار قلت لها ميمتي هيا نخرج ونعرفها تحب الدجاج مشينا مطعم الدجاج حاسيلو خذينا الدجاج وهنا تروحوا تشوفوا سهريتنا ماما ما تحبش تاكل برا يما ما زلت عندك الحشمه نتاع نسى قبل ربي يفضلها وحاجه تشرفني شدلها شويه يما شد شويه قلوب هاي وين شويه قلوب قولي شويه قلوب وهنا يما قاعده تاكل في القلوب في ساحه الفنون في شارع رئيسي ها الموتورات متعدي الدنيا صغار يلعب نرى بلاد الموتورة مليانة راهي البلاصة غير احنا اخترنا قلت في بلاصة واحد وهيك وان شاء الله تسمعون يوم مساس تقعد فيها ولا اول مرة يوم اول مرة يوم تقعد فيها معي انا تقعد وتوا البنات جينا لتحت الفنون باش نقعد انا ويما هنا تركنا وين فما برشا عباد قاعدين حنا جينا حتى هنا باش نعيش التجربة ماما قالت اول مره نقعد فيه والدر هنا ورايا قديك 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 يا لعبو وصلي على النبي عليه سخانه تعرفوا قاعدين على الواحد هكا القاعه مش قاعه ما نعرفش انا ماده ولا ايش سموها سخونه تشوي تشوي نهار اليوم استغفر الله يا رب هذه هي اجواء القعده عجبتك البلايصه ماما قاعده ماما خريجة وكهو أما سخونة 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 شيء عظيم أنا في الصباح ينصبوا بالخضرة يحطوا الغلة من هنا
البنات الحصيل وكلنا لبرا. يما مي حشامه قالت لك ما ناكلش لبرا. البنات عشاها لهنا ستار ونقطع. هو الدجاج ماهيش هي الدجاج، خديت لها الدجاج. الفريك البيعات قلنا لها للطيبي لا تتعبي لا تشقي. هاو جبت الدجاج دي طقم شوية حطينا هما في قبليك، كل شي حطهم في قبليك معاهم المايونيز ولا هريس. ريتو كيفاش ها كوكتيل. خنحط لها هنا لان نشوف لها صحية ما اصغر شوي. هذه هي شوفوا شكلها البنات. خنبعد هذه عليهم طابق باش كاتجي السلطة من هنا فريجي دير. تعرفوا من حس من السخانة يعمل في الحس. هذه هي السلطة مشوية ومايونيز وبيعات. بيعات كذي باش ناكل في الشارع. لا شفتوا حش ما تنسى قبل في السلطة. هي الزيت بسم الله. نهزلها نخرج لها في سيني غشو. هيا تو باش نهز عشا ماما. هذا هو عشا ماما. نحط لها جازوز ما تحبش ماما تشرب ام الخبز باش نخرج لها. نهزلها نحط لها البرة في الحوش هذاك الصحة وباش تفاديها. اش هويتها مغمر وعنا ها البطاطا مازالت المقلي هذا نهار المقلي والصوص مازال الصوص والبطاطا مازال هذا من نهار المقلي. ممكن في الليل هي قلنا لها خلينا ناخذ لك حاجه انت تحبيه فاخترت زدر الدجاج واخترت هذيك. هاي يوم هاو عشاء ربي. هاي هاو العشاء هاي هاي يوم ابدي يا ربي برد علينا هالسخان. لا لا الحمد لله. هذيك هريسه يوم قولي الحق بعدين قولي كيفاش ردي بك قولي اللي فاتنا عطتني الحار حار مشي حار هي ماني كثرت لها الزيت صبيت لك برشا زيت. اما البطاطا نتاع الاسطرونات مشي حاجه البريود هذه. خلينا نعبي لك هذايا بالماء هاك بدي تتوحوحي. هزي السلطه مشويه ها قولي السلطه مشويه. شوفوا البنات انا شنو غرامي غرامي العماري والجازوز الحين يوم ونديت. السلام عليكم. هيك ايش القعده القعده نتاع الزمن الجميل. عليكم السلام. يا تقولي رانا راقدين برا جيري عينين تتنمص الله يعينك. عند الاشاره تكون الساعه بدخل بسم الله. شوفوا البنات قمت انا ويا خويا توا كي جاي من الخدمة نص الليل ربي يهينو عملنا العظام وعملنا الهريسة. الهريسة ها وشنو اسمها اسمها رفيعة عملي فرح وخيشي قريت على اسم فرح يا بيه مش نزيد شوية هريسة انا منحبش ناكل كيكة ناقص كأنها ياسر حطيت خنق. البنات حطيت العظم مش ناكل هيك. حط شوية زيتون وناكل.